السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا وظريف، بيقول لك ترتيب جواز السفر بتاعك. يعني أنا مصري، جواز السفر بتاعي ترتيبه مثلا كذا، وإيه الدول اللي تقدر تسافرها بسهولة وإيه بدون تأشيرة، وإيه الدول اللي أنت محتاج تأشيرة عشان تدخلها. طيب ده ترتيب رقم واحد، سنغافورة، ده وجهة السفر اللي دخلك 196 دولة. ترتيب اتنين، وجهة السفر 164 الدول ديت، وبعد كده تلاتة. تعال نشوف أول دولة عربية ممكن تطلع معانا مين. الإمارات ترتيب 14، الوجهة السفر 181، طيب تعالى ندخل مصر. مصر الترتيب بتاعها 86، وجهة السفر 52 دولة. طيب تعالى نشوف، دي الدخول بدون تأشيرة، تقدر تروح إيران. إيران ممكن تحصل لك مشاكل في المطار وانت راجع، تمام، فخلي بالك من نقطة زي كده. ما بقولكش روح او ما تروحش، بس انا من تجارب ناس اصدقائي يعني. تقدر تروح الاردن بدون تأشيرة، بربادوس، جزر كوك، دومينيكا، الدول دي كلها بدون تأشيرة، هونج كونج، ماليزيا. التأشيرة عند الوصول اندونيسيا، الراس الاخضر، السنغال، الصومال، المالديف، اليمن، وهكذا. ودي الدول بقى اللي التأشيرة مطلوبة فيها، تمام. فممكن تقارن بقى التأشيرة المصري بدولة تانية، ممكن تشوف بقى دولتك. ياريت تكتب لنا في الكومنتات الدولة بتاعتك وبتدخل كام مكان.